بين أسباب ذكر وحذف المسند إليه في الأمثلة الآتية. يعني لو مثلنا كدين مثلا مسند إليه حذف ويا ذكر كراوة إيوا ذكري هنا كيف كان ذكري إلا كيف كان سبب كيف كان بل مثلا كيف لو أنا أفرمي وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ليوا إمام مسند إليه من حذف كردوه لا أريد لبل خاطر رعاية أدب شن كمثلا إما درست شاكو خراب هرشي بهر خدا أنجامي أدا وهشتبا بإرادة إخوارو نادا أما باجوايا لكاتي نسبة داني شتا إما رعاية أدب بخير أو شتاني كبزاهر خراب راحتو خو نسبتي ندن بلا إخواي فالوردقار توجبين أو أجواي كروا مثلا خيرا كاولدي أم أراد بهم ربهم رشدا كشي ليواني وتوانا لا ندري أأراد ربهم بهم شرا بس أوين فلوه بابا بابا جاء مجالب أي بعدي آياتي أو هنا آياتك أو يعني آياتك لا بري آياتك وشينينا ولا فاورقيا ولا هلا إلا تكي أويا الرئيس كلمني في أمريكا والرئيس أمرني بمقابلتك مثلني إلى الرئيس وتولى برخاتي تفخيم وتعظيم إن أخوة أولا الرئيس كلمني في أمريكا لا أتواني حسيكي بل والرئيس أمرني بمقابلتك هل بيجي وأمرني بمقابلتك مثلا الرئيس كان يجي حاربين لبرويك بو أهميته بو تعظيمه تقريبا بو هولاكي بو تهويلة يا الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف يعني أمير زور في عويشاك هرشي معارف بلاي كردوته وهرشي معي خوف وترسل جامعة قشتي قاندوته مرحلة أمنية يعني أمن وأماني إجاب كردوه مثلا لرداء ونسيت جواب السؤال الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف أما بوشي جواب السؤال بو إيوانا ببراسي أموانية أتواجبي بلان أكريا اللي هيدو ومكا حذف كراوة هذه رأينا الرئيس كلمني في أمريكا والرئيس أمرني بمقابلتك وتكرار كدوته لدوك يا أها سيكا دي أما ديارا قال إيه ما أو معنى لتكواوت به بعد وأمن المخاوف ومرحلة دوكيتي وايا لا سيئة هو هو دوكيتي هو دوكيتي يعني إيه ما أو الرئيس قوشة وكناية زدن بكودني شنواندا بس أتواني بلاي أو التعريز با أها باش وش خلق تعريض بغباوة سامعة يعني حالنا بأين ولا كريب التهويلي أمرك أشبكام أو ينوتوا تعريض بغباوة يا الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف باشا أو بوأويك أمير ليردى عليه أمشي هل بغباوة سامعة خلم دات كردوا كذكي كردوا الأمير نشر المعارف وأمن المخارف لحالك من فيمانية وابو أوبي أمير نشر المعارف سنك خبر الناوي نبرعوا متواجبون مقر أوب بلين بعد ذكر إنساني دعا أوي كناوي كسيكمان بلوا أو جواب باسي أميرك ربتي بإنسانك ترونيا فبنظري من أوشك على الأمير نشر المعارف وأمن المخارف بومدحي أميركيا يعني هدفي ما ليوا قرأك معنا مثلا كومالا فعلك باشكا وأنجامي داوا إما ذكريكي أما آلي واكا محتال مراوغ دعايا ويكناوي إنسانك من بردوا محتال يعني حيلة قرى مراوغ يعني في البعض أولي وا مثلا بو أويك دعايا بتوين حاشاياكي بو أويك يا منضجة للزرع مصلحة للهواء أو مثلا بو الروشة
باقي الشمس كينك يعني زراعات في أجياني هواء إصلاحي هواءك هوا ما نتبين متواجبين أولي وراء أتواني بوهين بي بو أول بيك شايد بو اختباري تنبهي سامع بي عربتا ما أتوانين هوا بكين بوين معلومة يعني بو أول خوبان فاراس بي لعبات ذكر ما نكردوه شايد لبر أول بي باقي أما ناوي شخص كمان قبل برود وين نعمل بو أول كوا زماني خومن اون محتال ومراوغه اها اشكري بو تطهير زمان بي زين شلون يعني كسيك او نخيل قربي او نفيل بازي حيفه وبيني بزماني خوتا اما اويه كلام منضجه للزرع مصلحه للهواء باشا هو معلوم معينه اقربت وذكرك ابي بحبس ام جاء عميته فعباسون يصد الخطب عنا وعباسون يجير من استجار نعذاني عباسيك هاتي كاري قرانا بو ايما هاتي خطبة خطبة منعيك على ايما بلا ما ليدون خاتو وعباس هركسي بنابيني بناي ادا باشا توجا عباسي بدو يعني عباس ناوكي او نخوشا كابلا لذتي دي اماوكم كعباسي خوكم فعباسون يصد الخطب عنا وعباس يجير من استجار ياما مثلا خلق فسوى خلق فسوى يعني خدا خلقك سنك فعلك مخصوصي أو هرك أو لويك أو فعلناك متواجبين شو المعينة إذا تعذتو لازم نعتبر ادعاء تعيين ذكرنا كردون هرشن أقر هوا ذكرنا خلوا بر مثلا سبح اسم ربك الأعلى ربك إتيا ذريب ربك عشية تولي يا علي مقرر للشرائع موضح للدلائل كي يعني صاحب الشريعه يا ولو شاء لهداكم اجمعين باشا ولو شاء لهداكم اجمعين لو شاء كي يعني الله ما هو معين هي شنك هيك سجنات ولي خبر هدايه با او نيونيا قالوا يا واني من القوم الذين هم اذا مات منهم سيد قام صاحبه من لقوميكم كأوان خوان خوان يعني إذا لازم بمعرفي كردناك معلومة إذ مات منهم سيد قام صاحبه هل أقيني سيدك أمري خلاص صاحبك كي خلاص يعوي تريان ديجي كيف ركعته متواجبون باغي أو سيا إثبات كردن باغي تسجيل لسرد سامعة هم أوان أو يما تسجيل ما أفندع قبلا يا علي أنا مصدر الدين كلم البوادي من بين المحاضر والنوادي أنا فارس أنا شاعر في كل ملحمة ونادي مشبوه فخرة من سرشاوي قسيسر تعيم قاتني لما مجلسة مثلا كدعانيش بوخصة كردن أول كسكالية أقسم منهم حاربين لبيني حذر يكانو يعني شارتان يكانو ديهات يكانيش فاشا نا مجلس كان محاضر ونوادي خلاص محاضر يعني محذر كان لكاتك لحزوري بياري قولا مثلا كوبوين توا ولا نادي كان لمجلس كان أنا فارس من أسب سوارم من شاعر لكل ملحمة لكل جمع كان لكل مجلس كان في كل ملحمة بو فارس كأشيتوا في كل ناديش بو شاعر كأشيتوا يعني همو كاربشتي بدس خومو هموي لذا زمن ذي أنجامي ده أما تقريبا بو فخر وتسجيل لسا سامعة أو إكاد أم جار الدواية وأفرمي إن حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع بعضي عليهم أقر أو إنسان لو رومي كان بي وبدان قيصر يانتيا أقر لو عربي شابيانا تبع يانتيا يعني الشع يانتيا قيصر شع قيصر تبع هل كان الشعال حالين لا إن حلدا يعني الناوي نفرك باك ذكر نكراه وليه لبر معين ومعلوم بونكياتي شن لو باسي كسيك كاك أو كسل لو اختدا معين ومعلومة تسائلني ما الحب قلت عواطف منوعة الأجناس موطنها القلب خلك ليه ما فرسن حب خوشويتي شيء وتم عواطف يعني الحب عواطف أولا بر معلوميات حذف كراوة
وكو مثلا قال لي كيف أنت قلت علي منوعة الأدلاء في جنس جورا وجوري هيا شوانك أشي أو شوانك أويتيايا عبارة لقلب لدل أو جارة تطبيق والله دواعي الحس في التراكيب الآتية يعني لو هذا ذكر كبوشي ششتي باعيسي حذف كردن بو توجبين أما زورة تواونا بس ما نتائر وضح دواعي الحس في التراكيب.